بتكلم مع جمهور النادي الاهلي وبقول لهم الهاشتاج اللي على شاشه قناه الاهلي دلوقتي، الاهلي التحدي. يا رب باذن الله خلال ساعات يكون الهاشتاج رقم واحد على منصه اكس وتويتر في مصر. لا ساعات ايه ده، دلوقتي جمهور الاهلي خلى الهاشتاج هو رقم واحد دلوقتي يا جماعه على منصه اكس وعلى تويتر، هاشتاج الاهلي التحدي هو حاليا رقم واحد. ده التفاعل الجماهيري، دي الشعبيه، دي الجماهيريه. هو مش كلام وشعارات، دي ارقام. لما تحط هاشتاج دلوقتي او تضع هاشتاج على منصه اكس وتقوله دلوقتي على شاشه قناه الاهلي في اقل من ساعه واحنا ما زلنا في التغطيه الخاصه، ويكون هذا الهاشتاج حاليا رقم واحد متصدر منصه اكس وعلى تويتر، ده ان دل على شيء بيدل ان جمهور الاهلي دايما في الموعد، دايما في الحدث. يا رب باذن الله يكون الاهلي بكره على قد التحدي عشان يكسب كاس التحدي يا رب. نعم نورت الدنيا يا جزار. هاشتاج الاهلي التحدي نرد عليه ونقول ان الاهلي باذن الله قد التحدي. شكرا جدا ليك. شكرا جزيلا، كان لقاء مهم جدا على المستوى الاعلامي والصحفي مع الزميل العزيز محمد الجزار. وانا بختم باكد لحضراتكم قريب جدا ايفنتات محليه ممكن نشوفها في منطقه الخليج العربي، هنسمع اخبار ايجابيه. براند الكره المصريه من خلال اعظم نادي في افريقيا النادي الاهلي، هتشوفوا الفتره اللي جايه احداث مختلفه. التعاون اللي موجود باداره اتحاد كوره جديد، بنبارك للمهندس هاني ابو ريده. الفتره الجايه باذن الله ان شاء الله هنشوف ايفنتات يعني تدي قيمه ومكانه اكتر للكره المصريه، وده مش هيحصل الا بوجود البراند العالمي من خلال اسم ومكانه الاهلي اللي دايما متواجد في بطوله الانتر كونتيننتال. عندنا مونديال انديه في امريكا، عندنا ايفنتات كبيره. يوم الاثنين الجاي نحتفل باذن الله بلقب ان النادي الاهلي افضل نادي في افريقيا. الاستاذ محمد الغزاوي ان شاء الله في الساعات القادمه هيكون موجود في المغرب عشان يحضر الحفل في مراكش لتسليم الجوائز. اسهم حسين الشحات بتتصاعد بقوه قبل 24 ساعه من موعد الحفل. ويليامز بالتاكيد سيحصل على جائزه من الجوائز. المنافسه ما بين المغربي والايفواري على جائزه افضل لاعب في افريقيا. الكوت ديفوار افضل منتخب، المغرب افضل منتخب للسيدات. امريس فاي المدير الفني الصغير اللي عمل مفاجاه في الكوت ديفوار مرشح بنسبه كبيره للفوز بجائزه افضل مدير فني. مفاجات عديده هتشوفوها في حفل مراكش، لكن باذن الله قبل هذا الحفل نحتفل احنا ونتمنى يا رب باذن الله الاهلي يتحدى مواجهه باتشوكا ويتاهل من خلالها للمباراه العالميه امام ريال مدريد. الى هنا وصلنا لختام التغطيه الخاصه من قلب العاصمه القطريه الدوحه ومن بدايه سوق واقف، يعني مشهد جماهيري النادي الاهلي المهيب في هذا المكان بالتشجيع بالمسانده بالمؤازره. ان شاء الله باذن الله بكره التوفيق يكون حليف النادي الاهلي. وانا في الختام بالتاكيد بشكر حضراتكم على حسن المتابعه والمشاهده، نتمنى نكون وفقنا قدر الامكان في توصيل الرساله والمعلومه والصوره والكواليس والتفاصيل مع الضيوف اللي بالتاكيد حاليا هم صناع الحدث في هذا المحفل اللي نتمنى يا رب باذن الله الاهلي بكره يقدر يضيف بطوله قاريه جديده بعد الفوز على باتشوكا. شكرا لحضراتكم والى اللقاء، والتغطيه مستمره في الدوحه خلال الايام المقبله، وان شاء الله غدا باذن الله نسعد بتواجد الاهلي وبطوله جديده تضاف للاهلي باذن الله ان شاء الله. شكرا والى اللقاء.